بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وأمالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة نحاول أن نصبر فيها أغوار العلاقة بين الحركة الإسلامية السودانية والجيش والتي تطورت حتى أصبحت علاقة ما بين المؤتمر الوطني الذي يمثل الكيزان الآن والجيش لذلك من المهم جدا أن ندرك تبعاتها زي ما نحن عملنا قبل كده ما بين تقدم والجنجويد والعلاقه كانت شنو وشكلها شنو رغم الانكار كنا آه بنقول بين بين الانكار والاقرار آه لما نجي نتحدث عن آه هذه العلاقه بنقول انه اي اول واحد تكلم فيها بشكل قوي وبشكل واضح وكان لديه غرض هو المرحوم ياسين عمر الامام وتقدم بطلب او بما يشبه الطلب في انه لابد من ان يكون لدينا مجموعات داخل القوات المسلحة لتؤمن ظهر الحركة الإسلامية والحقيقة ياسين عمر الإمام ما ساي فهو أصلا خلفته الأساسية شيوعي كان ثم تحول فيدرك تماما هذه المسائل ويدرك أهميتها وتعامل معها أبان وجوده في الحزب الشيوعي أو قربه من الحزب الشيوعي آه لكن كانت في معارضة لهذا الأمر على الرغم من أن أصلا الأخوان المسلمين في الأساس عندهم ما يعرف بالتنظيم السري وهو تنظيم أمني عسكري أمني وكذا وبيراغب هذه الأمور لكن كانوا موجودين في الوقت ذاك أو في بداية شباب كانوا ناس حسن الترابي والجماعة الأكاديميين ديل وفعلا كان ياسين عمر الإمام يطلق عليهم لفظ الأكاديميين يقول لك الأكاديميين ديل بيودونا في دهية أو ما يعني ما, ما يعني ما يفيد هذا المعنى يعني وكان مصر على أنه يكون موجود ورغم انه ال يعني من منذ نشأة الاخوان المسلمين في مصر وحسن البنا وغيره وبتاع كان عندهم تنظيم سري وهذا التنظيم السري كمان عنده استقلالية تنظيم عسكري أمن سري وكان عنده استقلالية وفي بعض الناس يعني حتى في مجالسهم العالية الأربعيني والستين وغيره ما عندهم آه ومكتب الإرشاد وغيره ما في في ما بيعرفوا الناس كلها يمكن يكونوا بيعرفوا الشخص المباشر وكذا لكن باقي الخلية هي تنظيم مختلف لكن رغم كده المجموعة بتاعة الأكاديميين كما أطلق عليها المرحوم ياسين عمر الإمام كانت ترفض ذلك إلى أن جاء اليوم اللي تحدثوا فيه عن هذا الأمر ومشوا فيه خطوات لقدام، قدام حنمشي نشوف القصة دي واحدة واحدة ونقول بسم الله كده ونمشي خطوة لقدام الذين كتبوا بصدق يعني وعلمية عن الحركة الإسلامية السودانية اثنين في تصوران الشخصي الأستاذ الدكتور المحبوب عبد السلام والأستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي محمد مختار الشنقيطي ده موريتاني وهو اسلامي ويكتب ويعني مقيم في قطر ويكتب عن الاسلاميين بشكل عام وكتب كتاب مخصوص عن التجربه الاسلاميه في السودان الدكتور محبوب عبد السلام لديه كتاب اسمه الحركه السوداء الاسلاميه السودانيه دائره الضوء خيوط الظلام تاملات في العشريه الاولى لعهد الانقاذ ودا كتاب حقيقه يعني يمكن ان يعتبر مرجع فيه كثير جدا من العلميه وفيه لغه عاليه جدا آه والرجل حاول ان يكون صادقا مع نفسه ومع الاجيال القادمه ومع التاريخ وكتب ما يراه يعني حوادث كما هي بس بشكل ادبي وعلمي واسلوب ادبي جميل جدا آه يمكن للناس الاطلاع عليه والكتاب ده موجود يعني آه في ناس ثانيه كتير كتبت عن القصه دي لكن ده الافضل اثنين في تصوري الشخصي كتبوا عن الحركه الاسلاميه المعاصره اللي احنا شاهدناها كلنا آه المحبوب تحدث عن آه ارتباط الحركه الاسلاميه بالجيش في كم صفحه كده وجاب السيره بتاعت ياسين عمر الامام اللي انا حكيتها دي ايضا كاول شخص يعني ولع اللمبه الحمراء آه لكي يرتبط الناس بالجيش نسمع في الفيديو بتاع الجاي آه حديث عن حسن الترابي بيتحدث انه من منذ الميثاق منذ يعني جبهة الميثاق هم حاولوا أن يكون لديهم جسم أمني يؤمن ظهرهم وفي نفس الوقت يجلب معلومات عن كل حاجة أنا أفتكر أن المعلومة دي ما صحيحة 100% كان فيها نوع من محاولة تكبير الكوم شوية يعني يعني ما هي محاولة علمية لكن بفتكر أنه كلام حسن كلام ياسين عمر الامام وقع للتنظيم بعد الانقلاب بتاع نميري لانه انقلاب نميري اصلا السبب بتاعه الاساسي هو صراع بتاع القوميين العرب و يعني و او او تحالف بتاع القوميين العرب و بعض الناصريين يعني والحزب الشيوعي اللي هو تحالف اليسار ده هو اللي عمل العملية دي من خلال ضباط له داخل الجيش فبفتكر انه دي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير واللي دفعت الحركة الإسلامية لانه تفكر في عملية غزو الجيش بشكل سافر جدا منذ تلك اللحظه ثم عددت التجربه بتاعه التحالف الوطني اللي هو عرف آه بشكل خاطئ بالغزو الليبي للسودان آه في سنه سته وسبعين شاركوا مشاركه فاعله في هذا الموضوع وكان عندهم جعل آه عسكري في هذا الامر ومنذ ذلك التاريخ هم مشوا. بعد كده استفادوا من الفتره بتاعه المصالحه الوطنيه لانهم هم اكثر من استفاد من هذه المصالحه الوطنيه صادق جاء شويه يعني ثاني ابتعد الترابي وحركه الجبهه الاسلاميه استمروا الاتحاديين اصلا ما دخلوا في المساله دي فبيبقى ده الترتيب بتاعه النقطة اللي أنا قلتها دي ال بتاعت يعني ده تقدير مني أنا ما معلومة جبتها من كتاب الحركة الإسلامية للمحبوب عبد السلام هو ما قال كلام بالشكل ده لكن أنا بتصور إنه لما أقارن ترتيب الأمور مع ما حصل في الأرض في النهاية بصل إلى نتيجة واحدة إنه الموضوع ده ممكن يكون بدأ بشكل واضح وسافر ودفع بالحركة الإسلامية إلى التفكير جديا في أن يكون لديها خلايا أو خلية كبيرة موجودة في الجيش منذ ذلك التاريخ ثم المسألة استمرت التفعيل الجيد حسب ما ذكر المحبوب عبد السلام كان بعد المصالح خلاص الفكرة أصبحت موجودة وإحنا دايرين نغذي كانت في إشكالية في إنه الجيش محروس بحاجتين حاجه من تقليد الجيش تقليد الجيش بشكل عام انه معظم الضباط اللي كان عندهم يعني خلفيه سياسيه ويتبعون لاي من الاحزاب بغض النظر عن اي احزاب كانوا دائما يعني يخلعون هذه الوصفه السياسية خارج بوابة الكلية الحربية ثم بعد ذلك يدخلوا إلى الكلية الحربية كعساكر بس ببدتهم العسكرية ما عندهم أي شغلة بأي تنظيم أو غيره الزول فيهم لما نطلع يمشي بيتهم ده موضوع تاني ومع ذلك كانت في انقلابات عندها صفة آآ يعني آآ صفة حزبية واحد من هذه الانقلابات حصل أبان انقلاب عبود يعني فالفكرة أنا بتكلم عن الحركة الإسلامية اللي ارتبطت بالجبهة الإسلامية القومية طيب ناس الجبهة الإسلامية القومية بدأوا في أن يهيئوا الجيش لأن يستقبل مجموعة منهم دون ان يحس اهل الجيش نفسهم بهذا التغلغل الذي بدا و... بدا واضحا وبرضو في حاجات عالميه قاعده تحصل انه بعد 75 سنه 1975 بدا في علو كبير جدا للتدين في مقابل انحسار لليسار كله عبد الناصر توفاه الله فأصبح ما عنده نفوذ آه الاتحاد السوفيتي خلاص الحركات بتاعه التحرر خمدت الى حد كبير جدا آه في لغايه الستينات معظم معظم الدول في تحت العالم آه نالت استقلالها وبالتالي برضو خفض التاثير الاشتراكي شويه ارتفع ارتفعت المناداة بالتدين ثم التدين الدعوي ثم التدين السياسي فالقصة ساعدت القصة دي في انه المجتمع بتاع الجيش يستقبل ما سأقول الآن كان لديهم فكرة شيطانية جدا وهم بصراحة شطار يعني ما في لا أحد ينكر ذلك إنهم بدأوا في غزو الجيش فكرياً بواسطه كذا وكوادر استطاعوا انه يعملوا تارجتنج يعملوا آه يحددوا اهداف معينه اهداف بشريه معينه موجوده في كل الاسلحه وعندهم سي في قصه من اللي يخش الكليه ومن اللي ما يخش الكليه وبدوا يعملوا وهم كانوا شغالين في الوقت الاحزاب كانوا شغالين في السطح يعني لكن الاحزاب ما كانت شغاله لانهم هم شاركوا لغايه ثلاثة 3 لغايه 85 لما دخلوا مسيين يعني كانوا مشاركين من 78 لغايه الوقت ده في الفتره دي كانوا بيشتغلوا وايضا في الفتره دي قبضوا على الاقتصاد بواسطه البنوك الاسلاميه فكانوا بيعملوا بعض الاشياء المهمه جدا نمرة واحد كانوا مثلا يعملوا ندوة الندوة ظاهرة عن مشاركة المرأة في الحكم يعني رأي الإسلام في مشاركة المرأة في الحكم عادي ده يعني ده كلام عادي ما في أي حاجة يقوموا يعزموا لهذه الندوة بعض المؤثرين في الجيش بعدين تاني بعد شهر شهرين يعملوا ندوة تانية عن أه الجهاد مثلا في الإسلام يقوموا يعزموا نفس الناس ديل أو آخرين في اللستة في القائمة وهكذا كثرة العز... يعني طبعا إحنا السودانيين لما كل واحد يتراك حتى لو أنت شايل منه القصة دي بتخف وبيبقى بينك وبين نوع من الود والدلال فدي واحدة من الحاجات اللي هم عملوها واستطاعوا ان يلينوا المجموعات اللي بتشتغل بعد كده يعني جاءت امور تانية في انه المعاشيين الضباط المعاشيين يقوم مثلا واحد فيهم يوم يعمل له ما هو بعد المعاش بيعمل شنو؟ كانوا كلهم بيتجهوا الى السوق وللتجاره. فالمخرج وين بتاعهم هو البنوك التي لها يعني نظام اسلامي في الوقت ذاك التضامن الفيصل وكده المجموعه دي يقوموا يدوها مثلا مرابحات يدوها يساعدوها يعني ما ما بخلوه عايش المهم هو عايش بيمشي البنك يعيقه كده ناي يشيل ورقه من فلان الفلاني يمشي لمدير البنك البنك يحل له القصه شيء من هذا القبيل يعني ثم بعد طوالي بدوا يدخلوا اولاد لانه ديل المسؤولين خلاص يعني ديل المسؤولين وبتوصيه من الترابي بتوصيه من فلان بدون توصيه وكذا الى ان دخلوا في الجيش بشكل واضح جدا ومع العمر ومع الزمن بدوا يتبوأوا مواقع جيدة وكذا طبعا زادت القصة دي في 83 لما جات أو, أو الـ 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 الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية جابني ميري ما جابت ترابي ظاهريا يعني ظاهريا جابني ميري فبقى ناس الجيش عندهم قبول اصلا في انه ما خلاص في شريعة والدين وكذا وبتاع وكان في صعود واضح جدا طبعا القصة بتاعت الدين دي يعني ما ما في السودان بس في كل العالم العربي والاسلامي والاوروبي كله في صعود واضح جدا لمسائل بدات بالتدين ثم التدين الدعوي ثم بعد ذلك آه جاءت مسألة التدين الرسالي ثم التدين الجهادي وهكذا يعني. وظهرت طبعا حتى في مصر مثلا ظهرت الحركات الجهادية وكذا ومسائل كثيرة جدا حصلت في هذه المسألة في الوقت ده نميري أصبح يعني الإمام الأكبر وأصبح ناس الجيش ما عندهم شيء يقولوا والله يا أخي نحن ما دايرين صلاح ده مثلا انه والله صلاح ده بربي دجنه بتاعه وكده يعني ما 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 الجسد ما نفعت يعني بقى ما عندها معنى اذا اصلا انت عملت كل هذه الامور وكسرت الخمور دلكتها كلها في البحر وكده وهكذا يعني فدي البدايات اللي كانت فيها ارتباط والقصه دي حصلت في غفله من الناس لانه بعد كده كانت في ادلجه الجيش نفسه ما هو ما مشروع بتاع انه انا ادخل مجموعه من الـ من الـ من الضباط اللي هم عندهم اتجاههم اسلامي وبعدين بس يجوا يقلبوا لي وخلاص كان الله ده عندهم كان مشروع يعني المشروع الحضاري ده ما ما في يوم وليله بعيدا من انه اذا عمل مد عمل صح ما صح هم أكلوا البلد خسروا بتاع موضوع ثاني نجي نناقشه في موضوع ثاني لانه السلطه المطلقه مفسده مطلقه يعني ما في كلام يعني لكن اللي هنا في الحاله دي هو كيف انهم دخلوا وارتبطوا بالجيش الى ان اصبح اولادهم اللي داخل الجيش هم الماسكين فوق او المؤلفه قلوبهم كانوا بيعملوا القصه دي بشكل اعنف أيام آه أيام آه آه الصادق المهدي وهو حاكم يعني في أيام الديمقراطية الثالثة نشوف الفيديو ده وبعد كده نتابع مع بعض وشرطتها وكل وكل كل, كل حياة الوظيفة العامة الآن كلها في السودان تعود إلى الدين الجيش بدأ يعود إلى الجهاد أذكار كلها دينية الكلية كلها صلوات تبدأ الآن يا الطابور الأول ولكن من الطابور الأول هو طابور الصلاة الصبح الفجر طبعا يعني فليس طابور ولا لا, لا لا لا, بصفارة الصف الأول ولكن بإعذان الصف الأول يعني أولا ثم بعد ذلك يمكن أن تخرج الشرطة أيضا ودخلت اللي تسمى الدفاع الشعبي هذا هذا مدخل الى الدين حقيقه وكل الوظائف اصبح الواحد القاضي والدبلوماسي وهكذا يذهب الى الدفاع الشعبي والصلاه ويتجند ويجاهد في الله واصبح الواحد منا الجهاد والشهاده هذه جزء من من حياتك والوزير مننا اليوم يعني قد يحفى ويؤكل الى مهمه كبيره جدا لابد ان يفرغ لها ولكنه يفضل ان يذهب ويدخل الجهاد ويذهب جنديا وحسب جنديا وحسب ويموت شهيدا سمعنا الترابي هو بيتحدث عن المساله بتاعت الجيش وكيف حصل وكيف كذا وهم كانوا بيصوروا شنو كذا والناس تقدمت الصفوف وكذا طيب الآن الجيش الـ 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 الناس الجبهة الإسلامية دي بدوا في التخطيط للسيطرة على الجيش منذ التاريخ اللي إحنا حكيناه والآن أن إحنا في الفترة الديمقراطية بتاعت الصادق المهدي اللي هي الفترة الديمقراطية الثالثة في الفترة دي أنا ده تفسيري أنا حصلت ثلاثة حاجات عجلت ب انقلاب تسعة آه 89 بتاع الانقاذ اولا يعني في في دا, دا 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 حديثي انا وبالتالي لا اريد لاحد ان يحمله على اخر ولا اريد لاحد ايضا انه آه يعني يدرك أو أو يتصور أنه هذا الكلام جبته مثلا من كلام المحبوب، لا. أول مشكلة في تصوري ولعت اللمبة الحمراء في الجبهة الإسلامية القومية كان سقوط الترابي في الصحافة جبرا، في دائرة الصحافة جبرا. في جانبين في النقطة دي، في جانب يمكن أن نتعامل معه كمسألة ديمقراطية صحيحة مجموعة من الأحزاب تحالفت ليكون عندها مرشح واحد حتى لا يتفرق لا تتفرق الأصوات بين القبائل الغرض الأساسي هو إسقاط شخص غير مرغوب في وجوده داخل المجلس التشريعي اللي هو في الوقت ده الجمعية التأسيسية كعمل ديمقراطي ما في أي مشكلة بتحصل في أي حتة في الدنيا وبالتالي لا نستطيع أن نخطئ من هذا الجانب من الجانب بتاع أنك أنت استخدمت حقك وحريتك في أن تختار من تريد وتقف مع من تريد وأيضا تبعد من تريد فذا جانب لا نستطيع اللغو فيه لكن في جانب آخر له أبعاد سياسية ومستقبلية كنت آمل أن قادة الأحزاب ساعة ذاك أن يفهموا هذا الأمر الإجابة على السؤال أيهما أخطر على الديمقراطية نفسها أن يكون الترابي خارج الجمعية التأسيسية أم يكون داخل الجمعية التأسيسية الأخطر شنو؟ ما خلاص اتفرزت الاصوات بعد الانتخابات الاكبر ثلاثه احزاب هي حزب الامه ب 101 او 102 صوت يليه الاتحاد ب 64 صوت ثم الجبهه الاسلاميه ب 51 صوت جميل ديل المقاعد يعني مش صوت مقاعد يعني 102 مقعد للأمة 164 مقعد للاتحادي الديمقراطي و51 مقعد ل ال... نتيجة الانتخابات ورد حاجة واحدة إن الجبهة الإسلامية لم تستطيع أن تهزم أي حزب عبر الدوائر الأحزاب الكبيرة الاثنين الكبار يعني لكن كمان أدت إشارة لأنها تستطيع أن تفوز عبر مقاعد القوى الحديثة أو الخريجين سميها ما شئت يعني طيب وده شيء طبيعي لانهم إن هم كلهم يعني متعلمين يعني وجودهم الاصلي داخل المدارس الثانويه وداخل الجامعات يعني هم دي 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 معدات التفريخ الاصليه اللي موجوده او البطون بتاعتهم الارحام بتاعتهم اللي بتفرخ لهم كان على الاقل في ذلك الوقت. لذلك انا بفتكر انه السياسيين في الوقت ده ما جاوبوا على هذا السؤال. واخذتهم الفرحه باستخدام انا ما بقدر اقول لزول ما تستخدم حقك الديمقراطي لكن ما دام انتوا يعني انتوا اجتمعتوا عشان تسقطوا الترابي كان بالاحرى في اجتماعكم ده ان تسالوا نفسكم هذا السؤال ايهما اخطر على الديمقراطيه ككل مش على الاحزاب ولو كان القرار بيدي ما كنت بنزل معه اي زول كنت حخليه يفوز بالتزكيه لأنه في تصوري الشخصي خطورة الـ الـ الرجل كانت خارج القصة وتعب الحكومات كلها تعب, تعب وهو برا ما كانوا بيقدروا يشتروا لهم كيس بتاع ملح الحكومات اللي قعدت دي صادق رحمه الله غير عشرين حكومة وفي النهاية رجع جابه ثاني دخل البرلمان فده بفتكر اول خطا وقعوا فيه الناس لكن كمان هذا الخطا في الجانب الاخر بتاع الجبهه الاسلاميه وراهم انهم هم ما بيقدروا يوصلوا الحكم ده باخوي واخوك الحاجه الثانيه ما انت بعد ذاك بتحلل بتحلل الحاصل شنو هم عندهم محللين بيقدروا يقدروا المسائل دي يعني الحاجه الثانيه اللي حصلت انه في الحكومة بتاع الثمانية اللي كانت في سنة الثمانية اتعملت تعملت حكومة قومية دخلت الجبهة الاسلامية ودخل الترابي واصبح رئيس الجمعية التأسيسية بحكم السن يعني وبحكم انه هو تقريبا الثاني يعني فبقى الرئيس بتاعنا الكلام ده ما عجب الاحزاب ولا عجب جماهيره ولا عجب الجيش فالجيش كان قاعد يعاين الى يوم 20 فبراير 1989 قبل اربع شهور من الانقلاب رسل المذكره بتاعته والمذكره بتاعته في في رايي الشخصي كانت عباره عن انقلاب واضح او التهديد بالانقلاب بشكل واضح جدا تحدثوا فيها عن اشياء كثيرة جدا جدا وإحنا جبناها في حلقة سابقة فممكن ترجع لها حلقة بعنوان ثلاثة اسباب ادت الى انقلاب ودي واحدة طيب المذكرة الجيش دي كانت برضو احدى علامات الخطر من الجهتين من جهه الديمقراطيه انه الجيش بدا يتدخل بشكل واضح، والجيش دائما لما يتدخل يقول لك انه والله نحن إن آه الجنوب تعبنا ما في معدات، ما ما عندنا قروش، ما مرتباتنا كعبه، ويبدا بالدخول في الحته دي آه ما عندنا سلاح، ما عندنا كده ويخسروا المعارك وفي النهايه داير جليبه باي طريقه، فده كان انقلاب واضح جدا لم ينتبه له الصادق المهدي وبقية الأحزاب لكن انتبهت للجبهه الإسلامية الجبهة الإسلامية الآن أرادت أن تقول أن الجيش لسه فيه ناس بالنسبة لها يعني لسه فيه ناس ما عايزين الجبهة الإسلامية ما عايزين وطبعا ما مش ما عايزين الجبهة الإسلامية ما عايزين الدين فدي كانت علامة فارغة طيب السبب الرابع شنو؟ السبب الثالث شنو اللي انا ذكرته في حلقه سابقه انه رد الفعل بتاع الحكومه وعلى راسها المرحوم وزير رئيس الوزراء السابق او الاسبق الصادق المهدي لم تكن في تصوري جيده بمعنى انت جاك تهديد من الجيش بالانقلاب واس اي تفسير تاني للمذكرة دي غير كده بيبقى لعب دقون حتى التفسير بتاع انه والله الجيش داري خوف الجبهة الاسلامية وكده ما, ما ما ممكن تشتريه يعني لانه انت بتتكلم بتتك... عن ديمقراطية ديمقراطية الجيش ده دي يقعد في ثكناته يعني فالجيش تدخل في هذه اللحظة ومنع القصة دي مش منعة كان من أساسة طوالي قامت الحكومة اتغيرت طلعت الجبهة الإسلامية خرج مرة ثانية الترابي من الجمعية التأسيسية ورجع الاتحادي يعمل حكومة مع الصادق المهدي واستمر لكن لو كنت في محل صادق المهدي أو أي شخص يعني بيقدر يحلل الوضع شنو كنت أقول للصادق المهدي اعلن مباشره لانتخابات آه مبكره لانه ده كان بي يعني بي بي آه يعني يخط الدش في آه الـ الـ يد كل من الاطراف المتحاربه بمعنى انت كده بتقول للجيش ابعدوا من الشغله دي دي ديمقراطيه وبتقول للجبهة الإسلامية أوعي تتحرك تحرك ما صحيح وبتشغل الأحزاب كلها في الانتخابات المبكرة فإنت ما كنت هتحتاج على الإطلاق أو ده تصوري لإنقلاب بتاع 89 طيب الصادق المهدي ما عمل كده وعمل حكومة جديدة والمسألة مشت بعد أربع شهور الجبهه الاسلاميه قلبت الحكومه وقعدت لليله بسبب عدم ادراك وده واحده من الحاجات اللي بتوريك علاقتهم كانت شنو بالجيش تعالوا نسمع الترابي وهو يتحدث عن الانقلاب امل بس انه الفيديو ده ما يكون فيه حقوق هذا الانقلاب الذي حدث فيما بعد عام 89 هو انقلابكم اوه وانتم الذين اعددتم أوه. له الجيش ليس له به شان الاخوان والضباط نفسهم لم يدخلوا في في تدبير الامر القائد الاول لم يدخل اصلا ولا بساعه ولم يعرفوا بعض لم يعرف بعضهم بعضا مجلس قياده الثوره بعضهم لا يمكن يعرف بعضا لكن الذي كان يدبر الامر كل التدبير واحيانا كل الازياء وكل الاتصال يوم الحركه نفسه كل شبكه الاتصال كانت غير شبكه الاتصال السودانيه العسكريه والمدنيه اشتريت ودبرت بمنحة من كل هذا وكنا كانت لنا صلات أولا من الأشياء التي نسيت أن أقولها لك من قديم الزمان دخلنا في العمل الأمني لنحمي نفوسنا من قديم الزمان متى يعني؟ يعني منذ الحركة نسير يعني جبهة الميثاق تحمي نفسها منذ أواسط الستينيات ومواثقها لا بد أن تقيم لها جهازا أمنيا وبدانا نحاول ان نؤصله لايام الجبهه الاسلاميه القوميه اصل علنا لم نؤصل لها اصلنا لحركه الامن في اي وطن بورقه في مؤتمراتنا لكن نقصد انفسنا ايضا في الداخل يعني فكانت لنا اجهزه اتصال فاعله لم يعلم عربي اصلا ما هو هذا الانقلاب كنا نعلم صله الامريكان بالقوات المسلحه <applause> اخترقناه وكنا نعلم قمه الحزب الشيوعي <applause> وقمة الاحزاب واتصالات الأمن كل العربية دون أن نسمي لك الأسماء حتى لا يغضبوا وكلهم ظلوا ضلوا تماماً لا يعلمون شيئاً وخاصة أقربهم جواراً إليكم كلهم ولذلك لما دخلنا مع السياسيين سجلنا فرحوا فرحة تامة أنه الحمد لله ارتحنا من التراب والمهدي والمرغني الدين كله قديمه وجديده ارتحنا منه وجاء العساكر ورحب بالعساكر وقيل لهم والله لو فعلتموها هكذا نحن سنبسط لكم وحتى اصحاب المال قالوا لهم المال لنا لكم مبسوط <applause> الحمد لله يعني زمن طويل ما كانوا يعلمون طبعا استغربوا بعض الاشياء يجدون ضباطا في القوات المسلحه يصلون بعض هذه القوى العربيه استغربت هذا جدا ولكن قيل لهم هذه الصوفيه السودانيه حتى مسكنها داروا عشره السودانيين <applause> او المفروض يلوم التو... النميري لانه هو الذي جاء <applause> أيوة بالتدين بدا هاي أيوه بالتدين ف... فليس منا يعني <applause> طيب شاهدنا طبعا ماذا يقول الترابي بطريقته الساخره عن الانقلاب وعن عدم فهم الناس للحاصل شنو لكن المعلومه في معلومات هنا ما ما صحيحه كلها لانه الانقلاب ده كان معروف يعني البعثيين قابلوا صادق المهدي وفهموه حتى اسم عمر البشير ده جابه يعني عمر البشير ك هنا إلى الانقلاب ده جابه والصادق لم لم يصدق حديثهم يعني او ما داوى الاعتبار اللازم مش كده وبس خالد فرع فرح الفرح اللي هو كان رئيس الامن الوطني او المخابرات في ذلك الوقت يعني ماشي في المنشيه فلقى مجموعة من الضباط التابعين للمخابرات وبيعرفوا واقفين قدام بيت التراب فسأل المجموعة دي قال لها واقفين هنا شنو؟ قالت لهم والله نحن واقفين هنا في اجتماع والجماعة دي بيدبروا في حاجة صرفهم قال لهم امشوا ما في كلام زي ده امشوا قال لهم ما, ما في كلام زي ده لو اي واحد سمع الانقلاب طبعا قام يوم الجمعه لو اي واحد سمع يوم 29 6 اللي هو كان مناقشه للميزانيه اللي حتبدا يوم 1 7 آه اللي السبت 1 7 الميزانيه بتاعت العام الجديد في آه احد آه النواب اللي كان آه انا بس يعني الواحد بيجي ينسى آه كان آه آه، والي ولاية القضارف آه، عبيد الله وقف قال بلسانه بال... بكره دي بيجي انقلاب وزول فيكم بيقعد في محله ما في ودي عباره امنيه لو أي واحد من هذه يعني في 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 يعني في المجلس أو في الجمعية التأسيسية آنذاك يعني بما في ذلك المرحومة صادق المهدي فقط حس بثقل هذه الكلمات كان يجب أن يكون الاستعداد 100% لكن طبعا النواحي الفنية الأخرى كانت فيها مشاكل لأنه الاتصالات كانت حقيقة في يد الجبهة الإسلامية دون أن يعلم رئيس الوزراء ما اشترك عدد صح الكلام اللي قاله الترابي صحيح الجيش نفسه كجيش لوجود مجموعة على رأسه ما عندها علاقة بالضباط الإسلاميين فما كان في عدد كبير من الضباط الإسلاميين فيها عدد محدود جدا وقامت به كتائب بالظل يعني يعني قامت به كتائب بالظل دون ان يعرف اي واحد الحاصل شنو وكتائب الظل دي كانت قاعده في الخرطوم يعني جهاز المخابرات لم يعلم عن شيء يعني وده لك على اشكاليات كثيره على عمليات تغييب كثيره جدا عملت الجبهه الاسلاميه عشان تسيطر على الجيش والجبهه الاسلاميه بتسيطر على الجيش والجزء منها اللي هو المؤتمر الوطني الواجهة الحزبية للحركة الإسلامية الآن هي التي تحكم منذ 89 حتى تاريخ يعني حتى المفاصلة ما يعني أنا أنا أفتكرها مسألة تكتيكية أكثر من أي حاجة ثانية يعني صح في كثير من الاسلاميين او الاسلامويين يريدون الابتعاد من مخازي الانقاذ لكن ده ما معناها انه بكره لو المؤتمر الوطني مسك رجع تاني ومسك بشكل علني وكده والناس قبلوا به حنرجع تاني للمؤتمر الوطني المكون من المؤتمر الوطني السابق وال والمؤتمر الشعبي لا ما عندي يعني لا ما, ما خاصة بعد وفاة الترابي يعني. يعني الترابي كان يحمل كثيرا من الوجد على على طلاب الذين خانوا لكن الباقيين زي بعض يعني ما ما بيفرقوا كثير يعني ما بي مع استثناءات بسيطة يعني طبعا في ناس أصله من اول سنتين او سنه ابتعدوا آه عن الانقاذ وعن الجبهه الاسلاميه زادوا وعن المؤتمر الوطني وعن غيره دي الناس في الغالب هم مفكرين ناس بتاع تنظير ناس مثقفاتيه وناس بيفتكروا ان المشروع الحضاري ده جد يعني مش يعني مهزر جد هو كان ممكن يحصل يعني لكن بعد كده طبعا الامور اتلخبطت بعد بعد 89 طبعا دانت السيطره تماما للجبهه الاسلاميه او المؤتمر الوطني على الجيش يعني واصبحت انت ان لم تكن من ال من ال من الاسلاميين او على الاقل من المؤلفه قلوبهم والانتهازيين ما بتمشي لقدام خطوه يعني ما بتمشي كله كله الجيش الآن محتاج للكثير جدا فده سردي يعني للعلاقه بيناتهم اما فيما يختص بهذه الحرب فالحرب يقودها التيار الإسلامي في الجيش المؤتمر الوطني تحديدا الناس الموجودين في الجيش بيديروه الآن هم المؤتمر الوطني تحديدا وفي المؤتمر الوطني الصقور هم الناس اللي بيتعاملوا مع المسأله ما في فكرة طبعا ما في اي حاجه بيتعاملوا معها على اساس انه ده هم مفوضين من رب العباد عشان يحكموا في البلد. ده اللي هم قاعدين يعملوا القصه ده محاوله يعني ل يعني طرح الامور ويزوا يعني ممكن يراجع في كتب كثيره اتكتبت يعني ممكن يراجع الكلام ده وفي كلام كثير موجود في السوشيال ميديا ممكن تراجعه وتاخذ الصح والخطا يعني اما جيش اليوم الذي يديره في الظاهر البرهان وثلته هو جيش كيزاني بالتمام والكمال اما في مساله الحياد بين بين الجيش والجنجويد فلا حيادة أصلا مع الجنجويد أصلا ما ممكن نكون مع الجنجويد بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة أتمنى أن تكون مفيدة تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبدأ عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد وعليه. فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد فضلا لا أمرا أيها المشاهد الكريم أيتها المشاهدة الكريمة ادعما هذا العمل بالضغط على زر الاعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق وشكرا